عامل ايه يا قلبي؟ نفسي انا. اقعد خليك. ما يصحش. اقعد. تعال. اقعد جارك. بص يا قلبي. كل اول وليه اخر. وانا وعدتك ضربوك وناسك في رجب دي. الله يبارك لنا فيك يا شيخ العام. بس اللي ياخد طار ابوه يبقى راجل. كان عندكم كدية ارض 17 جراد قصب. هديك 20 جراد واجوزك. كل ده؟ اللي يشيل عار ابوه على كفه ويجري بيه يبقى اصيل. نام وبكره بتسمع خبر زياد. وانا رقبتي ملكك. كله على الله. اسمك ايه؟ جعفر يا شيخ العرض. كله على الله يا جعفر. شرفت يا شيخ عيسى. فهمنا المقصود. طيب كتر خيرك. قول لي مين هيحرس والد عمك؟ ما عندوش غير مساعد والد مزيد، وراه في المنظرة وعلى البحر، وفي الليل هيمشي لوحده. يعني بقعدوا على البحر في النهار وبدخل المنظرة بعد المغرب، وفي الليل هيمشي في الدروب. سيبك من مقعده، الرجالة حواليه كتير. المهم مشوا على رجليه في الليل من بيته لبيت اسماعيل، عشان بعد كده هياخدوا ويلفوا سوا. عد على يدك 3 ليالي. اديتك 50 حتة ذهب، ولما تقتله هديك 50 كمان. وزي ما قلت لك، لو لحقتك هقتلك. سلام. سلام. عاوزين تعملوها فيا حمام انت واسماعيل. ماشي. عملت ايه؟ ولا حد قرب منين. كلام ايه ده؟ زي ما يكون الجبل والطريق ما فيهمش حاجه غير الديابه والكلاب. باين عليه حويط. مفيش اي حاجه ظهرت. مفيش غير شوال. كلم يا والدي واطلب رسالك. ليك الامان. شوال السلاح اللي وصل شوالات الغله لقيناه مشروق. يبقى حس. جه وراكم من غير ما تشوفوه وقطع الشوال وعرف. ناصح. ما احبش حد يداري علي. فهم؟ فهم. الدور الجاي خلوها كلها غله. ما عدا شوال واحد تبقى انت جواه، ويا موتك يا تموته. علم؟ مالك؟ هتاكل من غير ما تبص؟ ابص على ايه؟ وانا اول مره اشوفك. مش عليا، على الوكل. بص على الوكل اللي هتاكله. بالك مشغول في ايه؟ ولا حاجة. هو انا مش ليه ليلتين من ساعة ما رجعت من مشوار القصب اللي قلتلك عليه؟ لا، ليلة واحدة. يبقى الوقت ماشي على مهله قوي. ومستعجل على الليالي ليه؟ وحشوك حرمك التانيين؟ مفيش فراش يا حريم يا رحمة. امال فيها ايه؟ فيها اللي مكفيها. شيخ العرب شيع لك برسالة دكتور. هروح لازم اروح له. هاكل واروح له. يعني حتى الجديدة ما خلفتش؟ هتخلف من فيها؟ الراجل خلاص خرب. ليه؟ ما انت مخلف عم اول من مرتك التانية، وعيال عمك واخواتك كلهم خلفوا وهم كبار. اللي خلف من بدري يخلف وهو كبير. اللي كبر من غير خلفة يخلف عليه ربنا، كفاية عليه عصا ابوه وختمه. مرحبا شيخ عيسى. يا هواري. صبع زي ظني ولا ايه؟ سبع يا ولد عمي. خد الذهب زي الكلب وسأل عن مطلعك ومدخلك. كم؟ قلت له في النهار هيقعد على البحر، وفي الليل مدخل المنظر. فيك بركة يا ولد عمي. بعتني بالغالي. ولا كنوز الدنيا يا شيخ العرب. اعمل حسابك قدامه 5 ليالي.
شفت الشيخ عيسى جدع كيف؟ عشان كده انا اخترته. اقعد مطرحك. الجديد له شدة يا ستي، وانتي واقفة جنبي تجسي الغربال. خلي شوفي وراك ايه. اخد لك ريحتها واخليها تهج من بكرة. هقسي مرض جوزي. خلي نامي، خلي نامي. اتجوزت راجل كبير. كبرت في المجال وحسيت اني احسن واحدة في الدنيا. عامله ايه مع صالحة؟ والله عاملها زي امي بالظبط. زي امك يبقى دوتي عليه. سلام، عم يسهل عليك بالصبح. خير يا سلام. شفتك امبارح يا همام. شفتني فين؟ شفتك ماشي وحدك ووقعت وطلعك زرزور. زرزور يطلع همام ده كله؟ هو زرزور قد ايه؟ بركاتك يا شيخ سلام. ربنا ينجينا يا سلام. طبختوا الجراميط؟ مستنين يصيدوه يا ابوي. اول ما الجي جرموت هاكله. عزرائيل. مفرد روحي مش في يدك. البركة في والد عمك. خازن جعفر اقطع راسه يا ولدي. هو ده اللي قتل ابوك؟ انت يا ولد جيت متى؟ من ساعة ما قوتني وانا ماشي وراك من غير ما تحس. لا تبعد عنك اي اذى. اسمع يا جعفر، ادفن جته وخلي الراس والحصل دي سر بيني وبينك. ماشي يا زرزور؟ اسمه جعفر يا شيخ العرب. من دلوقتي اسمك زرزور. التلات ليالي عدوا يا خازن يا ابن المركوب.